كشف محافظ النجف الأشرف يوسف جناوي تفاصيل جديدة حول مقتل الطبيب النجفي المتقاعد فيصل الحويزي داخل منزله وسط المحافظة، وقال إن القوات الأمنية ألقت القبض على الجنات الذين أقدموا على قتل الحويزي بدافع السرقة وليس استهدافا للكفاءات في المحافظة. هكذا جرائم تحدث في أي مكان في العالم، ولكن بعض القنوات الإعلامية حاولت أن تصور هذه الجريمة هي استهداف للكفاءات واستهداف للكوادر الصحية، وبصراحة هي جريمة سرقة وجريمة جنائية. أطمئن كل أبناء الشعب العراقي وكل أبناء مدينة النجف أن مدينة النجف آمنة، وهي من أفضل حالاتها الأمنية، وهنالك متابعات مستمرة لهذا الموضوع. هذه الجريمة استطاعت قواتنا الأمنية الكشف عنها بصورة سريعة جدا، وتأخرنا في المؤتمر الصحفي بأنه كل أركان الجريمة تكون واضحة، والحمد لله اليوم كان كشف الدلالة موجود بوجود القضاء المحترم